أهلا بكم من جديد. فتحت تغريدة منسوبة لمحمد نويصر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في أعقاب نهائي دوري أبطال آسيا، فتحت الشكوك حول ما دار في المباراة التي جمعت الهلال السعودي بضيفه سيدني الأسترالي، خاصة مع وجود أخطاء واضحة في قرارات حكم المباراة. قبل أن نستقبل ضيوفي في هذا الملف، وحيد المصري يقرأ تاريخ المراهنات الرياضية. ظهرت قسيمة مراهنات كرة القدم في بريطانيا قبل نحو 90 عاما. تطورت العملية مع نمو الإنترنت وأجهزة الاتصالات التي منحت حرية الوصول السريع لمكاتب المراهنات، وزادت التغطية التلفزيونية لمباريات كرة القدم بمختلف أنواعها. أبرز حوادث التلاعب بالنتائج بدأت في عام 1915، عندما تم معاقبة 8 لاعبين من فريقي مانشستر يونايتد وليفربول للتلاعب في مباراة جمعت الغريمين، وحسمها يونايتد بهدفين ليتفادى الهبوط. كانت الشكوى من مكاتب المراهنات التي خسرت أموالا طائلة بعد ملاحظة حركة غير طبيعية قبل المباراة بأيام للمراهنة على هذه النتيجة بالذات. في عام 97 و 900 و 1000، تآمر رجال أعمال أسيويون مرتبطون بمكاتب مراهنات بإطفاء الأضواء الكاشفة في ملاعب 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، تشمل مواجهة تشارلتون وليفربول، وستهام أمام كريستال بالاس، ويمبلدون وأرسنال. لأن إيقاف المباريات والنتيجة تشير إلى التعادل، كان يمنح بعض مكاتب المراهنات الأسيوية أرباحا كبيرة. في عام 2005 اهتزت الكرة الألمانية باعتراف الحكم روبرت هويزر بتعامله مع المافيا في كرواتيا لترتيب نتائج مباريات بالدرجات الدنيا في الدوريات الألمانية. أسيويا عرف العام 2011 التحديد بإلغاء الدوري الكوري بعد تدخل شركات مراهنات بتوزيع أموال على اللاعبين للتلاعب بمنافسات. عربيا، كان لبنان صاحب العنوان الأبرز، 3 من حكامه اعتقلوا في سنغافورة في تحقيق بالتلاعب بمباراة في كأس الاتحاد الآسيوي وتعاملهم مع عصابة من مكاتب المراهنات في تلك البلاد. اللجنة تحقيق آسيوية نظرت في قضية تلاعب كروي في مباريات محلية ودولية في لبنان في صيف 2012 قبل إصدار قرارات بالحرمان تصل إلى مدى الحياة بحق عدة لاعبين ثبت تعاونهم مع مكاتب مراهنات عالمية. الشبهات لاحقت 5 مباريات ودية لجنوب أفريقيا سبقت استضافتها لنهائيات كأس العالم في 2010، كان أبرزها الفوز على غواتيمالا بخماسية نظيفة 31 مايو، وتورط الحكم النيجيري شايبو إبراهيم في هذه الفضيحة، حيث حصل بحسب بعض المصادر على رشوة $70,000 من مافيا المراهنات في سنغافورة ليحتسب ركلتي جزاء للمنتخب الإفريقي. الحكم استنكر كل هذه الاتهامات وأنهى مسيرته في الميادين مباشرة بعد المباراة. وبحسب كتاب نشره السنغافوري ويلسون راج بيروما أحد مسؤولي شبكة المراهنات الرياضية، فإنه نجح بالتلاعب بنتيجة مباراة ودية بين مصر وأستراليا في 2010 برشوة حكمها البلغاري للتأكيد على وصول المباراة إلى فارق 3 أهداف، وهو ما حدث باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة. من جهته، اعترف رئيس لجنة الحكام في اتحاد جنوب أفريقيا ستيف جودارد بأنه تعرض لتهديد بالقتل من شركة للمراهنات في سنغافورة، ما جعله يضخ مطالبها بتعيين حكم معين لمباراة ودية بين كوريا الشمالية ونيجيريا جرت في ضيافة جنوب أفريقيا. فازت نيجيريا 3-1 في لقاء عرف بطاقة حمراء وضربة جزاء أثرت الشبهات. في العام الماضي أعلنت الشرطة في سنغافورة ووكالة مكافحة الفساد في البلد الآسيوي أن دان تان يساعد السلطات في تحقيقاتها
بعد اتهامه بالتلاعب في 32 مباراة كروية في 3 دول تشمل المجر، إيطاليا، فنلندا، وأصبح مشتبهاً به رئيساً بحسب وكالة يوروبول الأمنية كأبرز متلاعب بمئات المباريات حول العالم لمصلحة مكاتب المراهنات. وحيد رزق، المصري، العربية. إذن المراهنات هي حقيقة موجودة تتدخل في كثير من نتائج المباريات، ولكن أيضا تم اكتشاف الغالبية أو النسبة الأعلى من هذه المراهنات. نشير فقط إلى أن سنغافورة، هونغ كونغ، تايلاند هي أغلب الأماكن التي يوجد فيها مواقع للمراهنات في المسابقات الآسيوية والعالمية. وبالمناسبة هناك أيضا مراهنات على الدوري السعودي، لكن عبر موقع غير رسمي تدير مجموعة خاصة في سنغافورة، وسبق أن قدمنا تحقيقا عن ذلك عبر برنامج في المرمى في قبل سنتين. الآن من لندن يلتحق بنا إليكس إنجلوت، المتحدث الرسمي لشركة سبورت رادار. هي الشركة التي يتعاقد معها فيفا والكثير من الاتحادات القارية لمراقبة ومتابعة حركة المراهنات حول العالم، حركة المراهنات حول العالم والتبليغ عن أي شبهة تحدث في أي مباراة كانت. أليكس، أهلا بك، شكرا لحضورك. أريدك أن تشرح لي أولا وللمشاهدين أيضا ما معنى مراهنات في كرة القدم. لقد وجدنا أن المراهنات في ثقافات كثيرة من العالم هي عبارة عن نوع من النشاطات التي يقدم فيها المتحمسون والمشجعون على المشاركة في نوع من هذه المراهنات، سواء عبر الهواتف المتحركة أو عبر تطبيقات أخرى على شبكة الإنترنت، وقد مر عليها سنوات طويلة. لكن مع خطورة هذا الأمر، فنحن وفي سبورت رادار بتنا نستخدم المعلومات والبيانات التي يتم تحميلها على الهواتف المتحركة للتأكد من أنه لا توجد هناك أي نشاطات مشبوهة أو أي نوع من أنواع التلاعب. جميل. في بعض الثقافات هم ينظرون أليكس إلى المراهنات ينظرون إليها كنوع من يعني أنها شيء غير شرعي، بينما المراهنات هي شيء شرعي ولكن التلاعب فيها هو غير الشرعي. هل هذا صحيح؟ هل ما قلت أنا صحيح؟ هذا صحيح تماما، ما قلته صحيح. فهناك بعض الدول التي تعتبر المراهنات في الرياضات أمر غير قانوني، ولا سيما في الولايات المتحدة، أما آسيا فتعتبره قانوني. في المملكة المتحدة فإنها نوع من الأنشطة المنظمة بصورة قانونية، ونحن نسعى من خلال هذه الأنظمة إيجاد السبل التي يمكن من خلالها حماية الرياضات. ولكن بعض المراهنات قد تتفاوت بين الدول، وتثبيت النتائج قد تكون هي مسألة غير قانونية. جميل. وقد تشكل معضلة كبيرة لأنها تؤثر على النتائج غير المتوقعة للبطولات، لذا فإنها قد تعود بمعضلة كبيرة، ونحن نقوم بوقف هذه المشاكل والحؤول دون استمرار. جميل. أليكس، كيف تتابعون المراهنات غير الشرعية؟ يعني بس عندي معلومة صغيرة أريد أن تؤكدها وتنفيها، هل فعلا الاكتشاف هو أمر سهل جدا عندما تلاحظون تداول عالي جدا بالأموال على نتيجة محددة بذاتها قبل 24 ساعة من المباراة؟ هل هذا هو المعيار الأول فقط؟ دعني أعطيك فكرة حول ما نقوم به. ما نعمل عليه هو أننا نحن في شركة سبورت رادار نقوم بمراقبة 5 ملايين مراهنات في دول تشرع فيها عمليات المراهنات، وفي دول غير مشرع فيها بشكل عام، وهذا قد يكون أكبر رقم من المراهنات. وبعد ذلك نقوم باستخدام نظام متطور
تطور وتكنولوجيا حديثة بهدف الوقوف على أي سلوكيات مشبوهة في نظام المراهنات. وبمجرد وجود أي تحركات مشبوهة قبل حدوث المباراة أو خلال بث المباراة بشكل حي ومباشر، وإذا ما لاحظنا أي نماذج مشبوهة فنقوم باستخدام فريق مؤلف من 35 خبيرا من أسواق المنافسات يعملون على تحليل هذا الموقف وتحليل هذه التحركات بشكل عام. ونظرا لهذين الجزئين المعنيين، الجزء التكنولوجي وفريق الخبراء، نستطيع التوصل إلى نتيجة مفادها إذا ما كانت هذه المباراة مشكوك فيها ويجب أن تخضع للتحقيق أو أن يجب أن تحال إلى سلطات إنفاذ القانون. جميل، هل تابعتم أليكس نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وسيدني الأسترالي؟ هل تابعتم قبل المباراة، تابعتم نسبة التداول المالية على في مراهنات هذه المباراة؟ لقد قمنا بمتابعتها وبطبيعة الحال كأس الأمم الآسيوية هي واحدة من الجهات التي نتعامل معها، وقمنا بمتابعة المباراة النهائية. وما تبين لنا وفقا لقراءة الأسواق بأن كان هناك اهتماما كبيرا في هذه المباراة، حيث كانت مراهنات وصلت إلى 16 مليون يورو. لكن عندما تقارنون هذا الرقم بخمسة مليار يورو في بطولة نهائي الفيفا فقد لا تكون كبيرة، وهذا يعزى لسببين: أولا لأن الفريق هو فريق سعودي فليس لديه ثقافة معنية بالمراهنات إلى حد كبير، ثانيا التوقيت كان غير مناسب لأنها بثت في أوقات الساعات الأولى من الصباح. لكن فيما قبل المراهنات وجدنا أن الهلال كان الفريق المفضل والذي كان هو المرجح لفوز المباراة، وهذا أمر عادل ومنصف بفضل ما يمتلكه من سمعة. لكن حتى عندما بدأت المباراة تبين لنا أن سوق المنافسات كان يميل إلى الهلال بفضل ما تحدثنا عنه، لأن الهلال له منصبه وله عدد الهجمات التي قام بشنها على الفريق الخصم أثناء المباراة. لكن عندما نظرنا إلى الأسواق الرئيسية وعندما نظرنا إلى أسواق أخرى في آسيا وإلى الأسواق الثلاثة الأكثر أهمية، فكان هناك أيضا 60 سوق آخر جرت فيها منافسات لهذه المباراة، فلم نجد أي شيء مشبوه مما يوحي بأنه ما من شخص كان لديه معرفة مسبقة أو لديه أي نوايا للتلاعب في نتيجة المباراة. كيف تستطيع أن تؤكد وتجزم الآن بأنه لم يكن هناك شيء مشبوه في المراهنات التي سبقت المباراة أو التي كانت أثناء المباراة، وأن تقول بأن الرقم غير مسبوق؟ 16 مليون يورو على مباراة آسيوية تقول بأنه رقم غير مسبوق، كيف تؤكد بأنه لا يوجد شبهات؟ أنا أفهم سؤالك. نحن كنا قد شاهدنا تغطية هذه القصة في الوسائل الإعلامية في أستراليا وآسيا، وأتفهم مدى الحساسية التي تلف هذه المباراة. لكن عندما قمنا بمراقبة المراهنات ما قبل المباراة كنا ننحو لمراقبة أي تحركات راديكالية أو مشبوهة. وعادة إذا ما كان هناك أي شيء من شأنه ما يثير القلق أو الشكوك فهذا يحدث بشكل مفاجئ. لكن ما وجدناه في كافة الأسواق كان يمثل نموذجا متناسقا ومتماثلا، ولم يكن هناك أي مراهنات متفاوتة في قيمتها أو في كبرها بشكل أساسي. لذا لم نجد أي شيء من شأنه أن يبعث على تحركات مشبوهة. أما فيما يخص المراهنات التي جرت أثناء بث المباراة بصورة مباشرة فكان لدينا أدوات متطورة تسمى بالآلات الحاسبة للمراهنات، وهي تعتمد على ما يجب أن تكون عليه المراهنات ما
قبل المباراة وأثناء المباراة. نعم. أي بمعنى أنه مثلا إذا ما كان هناك تقلبات في حجم المراهنات قبل وأثناء المباراة فهذا يعني أن هناك أمر يبعث على الريبة. لذا وكما نقوم في جميع المباريات نقوم برسم مخطط لتوجهات المراهنات ومقارنتها مع هذا النظام المتطور، وإذا ما وجدنا أي انحراف عن حساباتنا وعن مراهنات الأسواق وهنا يكون لدينا حالة من الشكوك، الأمر الذي يبعث على القلق، ونقوم بإحالته إلى فريق الخبراء لإجراء تحليل معمق لشرح الأسباب الشرعية أو غير الشرعية لحدوث هذا الانحراف. واقع الأمر أنه هذه المباراة في كأس آسيا لم نشهد أي شيء مما يدل عن انحياد عن الحسابات التي أجريناها، لأن غالبية التوقعات في الأسواق كانت بشكل عام تتصرف بنفس النمط وفقا لتوقعاتنا، وكانت مباراة لا تبعث على الشكوك. وبشكل آخر أتفهم بأن هناك مخاوف بشأن ضربات الجزاء وهناك كان قلق بشأن التحكيم، لكن ما وجدناه بشأن هذه المباراة أو ببعض المباريات التي يتم تحكيمها بطريقة مسبقة في ذهن الحكم والذي يقوم بحسم النتيجة فيها تكون هي مباريات إما بأعداد منخفضة أو بمباراة أو مباراة كثيرة. لذا على هذا الأساس نحن لم نلمس في هذه المباراة أي توجه من هذا القبيل، أي لم تكن هناك أي شكوك بشأن الحكم أو بشأن المراهنة. أليكس في إيجاز، هل يعني ما بقى عندي وقت بس أرجو إجابة مختصرة، الاتحاد الآسيوي ستقدمون له تقرير أو طلب منكم تقرير عن هذه المباراة؟ أنتم متعاقدين معه؟ بناء على الوقائع بأن هذه المباراة لم تبعث على أي شكوك، لا فنحن لن نقوم بإرسال أي تقرير، لكنه قد طلب منا بتقديم تقرير متكامل حول بعض الأشياء التي لم نراها أنها تبعث على الشكوك. جميل. ونحن بواقع نقوم من خلاله الآن على الإعداد لهذا التقرير بشكل كامل. شكرا جزيلا أليكس أنجلوت، المتحدث الرسمي لشركة سبورت رادار التي تشرف بشكل كامل على كل مباريات كرة القدم ومباريات أخرى خارج كرة القدم مثل مباراة كرة السلة أيضا وكرة القدم الأمريكية والركبي، هي تشرف عليها بشكل كامل لصالح فيفا ولصالح المؤسسات الرياضية التي ترعى هذه المباريات. شكرا جزيلا أليكس. وقفة قصيرة نتابع بعدها في المرمى وفي النصر أكثر المستفيدين من فترة التوقف والهلال أكثر المتضررين. كيف فهم الرياضيون تغريدة نائب رئيس الاتحاد السعودي عن المراهنات؟